قديما كانت تقاس قوة الدول بمدى قدرتها العسكرية فقط، أما اليوم فقد بات الأمر مختلفا. أصبحت قوة الدولة الشاملة تقاس بالعديد من القدرات الصلبة وأيضا بالقوة الناعمة التي تتمثل في الفن والثقافة والإعلام. وتعد الموسيقى غذاء الروح التي تعمل على تهذيب النفس وسكينتها، كما أنها تعد عاملاً مهماً لشحذ الهمم والارتقاء بالحس الوطني. نقدم الآن الفقرة الموسيقية التي تقدمها فرقة الموسيقى العربية التابعة لدار الأوبرا المصرية.